يا والدي يا ولد يا جاري كتاب الله، يا والدي يا ولد يا جاري كتاب الله، اقرا كتابك وعلانا غيوب الله. الرقصة السلامية هي مجموعة، هي الأصل، الأصل درع مزمار، فيكون فيها حتى في دقة البرع والمزمار هنا فيرقصوها رقصة برع مش رقصة مزمار. الرقصة السلامية هي كانت تجمع بين طرفين خاصمين يدخلوا في السلم، وكانت تسمى السلامية، ما يبين لها من اللي تسلم على الأقدار، تسلم بين الطرفين من الدليلتين.